بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري على قناه الحياه. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل نوعين او صنفين من الحلويات، حاجه كده سبيشال قوي. واما بقول سبيشال مش معنى كده ان هي غاليه، لا، ده كل مكوناتها موجوده في البيت نقدر نعملها. هي طبعا لو حبينا نشتريها من بره، مع ان انا اعتقد ان مش هتلاقوها غير في اماكن معينه، الاماكن اللي هي سبع نجوم. تعالوا مع بعض نعمل اول نوع، وهو المانجو فيلا، او يعني الجلاش بالمانجا. خلينا نتكلم كده بالعربي. اول حاجه عندي طارة المانجو، عباره عن لفه جلاش، وكمان كوبايه من الزبده، وكوبايه من السكر الباودر، كوبايتين من الكريم باتسري، وهندوبهم باربع كوبايات من اللبن، وعندي كمان 2 كيلو مانجا متقطعه مكعبات. وللديكور هيبقى موجود عندي سكر باودر، وممكن يبقى عندي كمان شويه من التوت البري او الراسبري، وكمان عصير مانجو زي ما انتم عايزين. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه، بس بالتفاصيل زي ما قلنا حاجه لذيذه قوي. اول حاجه انا حطيت الزبده هنا تسيح، هعلي النار شويه لان لازم اسيح الزبده خالص. وبعدين واحنا بنسيح الزبده هنعمل الكريم باتسري بتاعنا اللي هو الباودر. وانا طبعا اعتقد ان احنا الاسبوع اللي فات عملنا مع بعض الكريم باتسري اللي ممكن اعمله في البيت، بمعنى ان انا لو ما عنديش الباودر ده او في مكان ما فيهوش الكريم باتسري الباودر ده، ممكن اجيب المكونات اللي احنا عملناها الاسبوع اللي فات افتكروه ونعمل كريم باتسري سهل قوي. تمام كده، هنفضي الكريم باتسري الباودر اهو، ده موجود دلوقتي في كل سوبر ماركت وعند كل الناس اللي بتبيع خامات الحلواني. ولكن لو عايزين او في مكان ما فيهوش، انا علمتكم تعملوه الاسبوع اللي فات ازاي. هنفضي كده كميه اللبن مش كلها، ونقلب كويس قوي بالراحه خالص لغايه ما يدوب معانا من غير خفق الاول. اهو انا بدوب بس تدويب، شايف يا ياسر اهو؟ تمام اهو، تمام. وبعدين واحنا شغالين كده هنوريكم، بس في نقطتين لبن هنا نزلوا، هكمل. شايفين اول ما قلبت اهو بدا يتقل معايا اهو، هنزل عليه كمان ببقيه كميه اللبن شويه بشويه اهو بالراحه خالص. انا ما بقلبش لغايه ما يتجانسوا مع بعض، لو قلبت بسرعه هيحصل ايه؟ هتلاقوا اللبن ده نازل مني وعامل مشكله دلوقتي. وبعدين بفضل اقلب كده، كل ما بزود كميه السائل كل ما بيتقل معايا مع الخفق اللي انا بعمله اهو. تمام، حلو قوي. هاجي كده بقى افضي بقيه كميه اللبن وانا مطمن خالص، ونروح نشيل ده كده، ونجيب برضو منديل هنا اهو، حلو قوي. ونقلب بالراحه خالص اهو، شايفين انا ما بخفقش خالص لغايه ما يتجانس كل الكريم باتسري ده الموجود زي ما قلنا في الاسواق. وانا طبعا زي ما قلت لكم لو عايزين تعملوه في البيت سهل جدا جدا جدا، وهتعرفوا تعملوه ان شاء الله اهو. خلاص نقلب كويس قوي. طيب شيف يوسف، انا عايز اعمله بطعم ونكهه مختلفه. يعني ايه طعم ونكهه مختلفه؟ عايز اعمله بطعم المانجا، هنعمل الكوباية عليها كوبايتين من عصير المانجا. طب الفراولة، كوباية عليها كوبايتين من عصير الفراولة. أي حاجة أنتوا عايزين تحطوها فيه مفيش مشكلة، بس هو الأساس بيبقى فيه اللبن زي ما أنتوا شايفين كده. تمام كده، نقلب كويس قوي. خلاص كده كله تجانس مع بعض اهو، هوريكم كثافته عاملة ازاي اهو. بصوا بقى لما نرفع كده هتشوفوا اهو من جنب اهو، شايفينه؟ هو ده السمك اللي احنا عايزينه اهو، حلو قوي. بس خلاص هنسيب ده على جنب، الزبده ساحت. وبعدين هنجيب بس حاجه هنشتغل عليها هنا علشان ما نبهدلش الدنيا، ونيجي كده الجلاش برضو من الحاجات اللي انا بقول عليها. الزبده سايحه اهي زي ما انتم شايفين، هرفعها خلاص مش عايز اسيحها اكتر من كده. واجيب جنبي السكر الباودر، واحط مصفى جنبيه بالراحه خالص. لو ما عندي بضاره ممكن استعملها، ما عنديش خلاص نحط بالمصفى انا بشتغلها. وانا هنا من الحاجات برضو اللي انا بقول لكم عليها دايما، الجلاش طالما فتحنا العلبه بتاعته لازم يبقى متغطي. يعني ايه متغطي؟ يعني عشان خاطر لو سبته في الهواء، الجلاش من الحاجات اللي دايما بتنشف بسرعه. انا هوريكم هنعمل طبقه او طبقتين
ونوريكم هنعملها ازاي مع بعض بالراحة. هنحط بقى الفرشة بتاعتنا في الزبدة كده وناخد نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ورقة جلاش دايما بتبقى متكسرة ملناش دعوة بيها خالص، فنيجي من النص وناخد واحدة جلاش ونحطها هنا، وبعدين نرفع كده التانية دي علشان دول اتنين، والسكر اهو زي ما انتم شايفينه تمام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونيجي بالفرشة ندهن زبدة تمام كده اهو. لازم ندهنها كلها بالزبدة اهو شايفين اهو، حلو قوي كده. بس ما نحطش زبدة كتير، يا دوب زبدة خفيفة كده عشان تعمل عملية التسوية واللزق. دول اتنين على بعض على فكرة، طلعوا اتنين مش واحدة. هنخرج دي وناخد نسحب اللي تحت عادي، نخليها على جنب. وبعدين بعد ما حطينا كده هنيجي هنا ناخد بقى شوية من السكر الباودر، بس هجيب معلقة، وهنحط طبقة رفيعة قوي، طبقة كده خفيفة من السكر علشان خاطر ما نبهدلش الدنيا. شايفين انا بخبط على المصفى اهي، بتنزل كمية السكر اللي انا عايزها. حلو قوي. باخد الحروف الاول وبعد كده انزل في النص. رشينا الرشة بتاعتنا من السكر الباودر، هنيجي تاني نعمل ايه بقى؟ نفس العملية نكررها، وناخد طبقة من الجلاش. طب كم مرحلة فوق بعض يا شيف يسري؟ أربع مراحل، أربع مراحل، بنعمل أربع طبقات من الجلاش أهو. نيجي برضو عملية الزبدة دي مهمة، بجد بجد من الحاجات الممتعة لما بنسوي في الفرن ونشوف القرمشة بتاعته عاملة ازاي، حاجة كده طعمها حلو قوي، يعني طعمها جميل جدا، لازم بجد تجربوها. زي ما قلت لكم أظن إن الحاجات دي كلها مكوناتها في البيت، والمانجا موجودة في السوق لسه قدامها كتير على بال ما تختفي يعني، بس مش الأنواع اللي احنا متعودين عليها بقى اللي هي الفونسا والحاجات دي، لا خالص، ممكن أنواع تانية بس موجودة في السوق تأدي نفس الغرض. وبرضه بنزل شوية السكر الباودر كده بالراحة لغاية ما تملى معانا، شايفين اهو كفايه كده اه تمام كده. وبعدين نجيب ورقه من الجلاش ونحط. طيب لفه الجلاش تكفي؟ اه طبعا، لان انا محتاج 3 في 4 ب 12، يعني دول كده 3 اهم، لسه فاضل واحده بس. انا محتاج كام وقت كام طبق فوق بعض؟ محتاج 3 طبقات فوق بعض، يبقى انا بحسب كده 3 في 4 ب 12 ورقه جلاش، ب 12 واحده من ورق الجلاش ده اهو. برضو طبقة من الزبدة بالراحة خالص، وبعدين طبقة من السكر الباودر، ونجيب بقى صاج أو صينية علشان خاطر ندخل الفرن ومحنا مع بعض لغاية ما يستوي معانا، هوريه لكم إن شاء الله. حلو قوي. بناخد بقى إيه آخر واحدة زي ما قلنا من الجلاش، ما تبقاش ورقتين عشان ما تبقاش يعني ما تسيبش بعضها. نحط كده ونقفل كويس. اخر واحده اهي، اخر واحده بنسيبها ما نحطش عليها، لا بنحط برضو عليها زبده وسكر باودر عادي علشان خاطر تبقى مقرمشه بطعم مختلف. شايفين بقى الجمال؟ بندهن. طبعا عايز اقول لكم لازم تجربوا الوصفه دي، حلوه قوي يا جماعه، يعني حاجه كده من الحاجات الرائعه. يا شيف يسري طب ما احنا بنعمل بنفس الطريقه الملفي. طبعا لا، دي حاجه تانية غير الملفي خالص. القرمشه الموجوده في الجلاش وكمان الحشوه الموجوده مختلفه خالص، يعني غير الملفي خالص، وكمان يعني حاجه جربوها، لازم تجربوها، مش يعني مش هقدر اوصف لكم جمالها، انتوا اللي هتجربوا وتشوفوا. خلاص وصلنا للمرحله دي، بنعمل ايه بقى؟ انا مش محتاج كل ده لان انا بوريكم بس التجربة. احنا حطينا 3-4 طبقات من الجلاش، لفة الجلاش دي تكفي لي الترت بتاعي وتزيد كمان، عشان كده انا مش اللي محتاجه ده هشيله علشان خاطر
يعني من حرام ان احنا نبهدله يعني. زي ما قلت لكم لازم الحاجه تبقى دايما قدامي كده جميله ونظيفه، ويبقى الجلاش يبقى كمان متغطي. احنا وصلنا للمرحله الاخيره، بنعمل ايه بقى؟ هنجيب سكينه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وشايفين الحروف هنا مشرشره، فانا عايز اشيل منها جزء كده حوالي ربع سنتي بسويها، تمام؟ ومن هنا كمان، حلوة قوي كده. وبعدين شلنا من هنا ومن هنا، وبعدين بعد ما شلنا الجزئين دول بنعمل ايه بقى؟ برضو بنساوي هنا ونساوي هنا، حلو قوي. طب انا بقى دلوقتي مقاس الصينية بتاعتي اقيسها قبل ما احط فيها علشان خاطر او الطبق اللي هقدم فيه، فبعمل ايه؟ بنجيب الصينية هنا وناخد بالسكينة كده من حرف الصينية ونشوفها بالظبط قد ايه. شايفين اهو انا قست بالسكينة، مش لازم بمزورة، مش لازم بمتر، بالسكينة قست المسافة اهي، واروح هناك اقيس انا محتاج قد ايه اهو لغاية هنا. طب الزياده دي برميها؟ لا خالص، ده انا بعملها بقى كده اسويها برضو، بتبقى طعمها حلو جدا معانا واحنا بناكل. شايفين بمنتهى البساطه بنقطع الزياده اهي ونقول بسم الله، نشيلها خالص، تيجي على قد الصينيه بتاعتي، او لو انا مرتبط بطبق معين هعمله. لو انا عايز اعمل صغير بقى، قطع صغيره هتنفع؟ اه، هاجي في النص واقسم ونعمله قطع صغيره، وانا عامل من كل الحاجات دي هتشوفوها ان شاء الله. هنحط ده في الصينيه، بتترفع معايا عادي جدا، نحطها في الصينيه بتاعتي، جت على قدها بالظبط اهي اهي، شايفين كده؟ هو ده انا خدت على قد مقاس الصينيه او قد مقاس الطبق اللي هقدم فيه. لكن لو عندي طبق مربع او صينيه مربعه ممكن احط الجلاشه كلها، تمام؟ زي ما قلت لكم لو عايز اعمل طبقات صغيره بقى من نفس العجينه او نفس الخليط اللي انا عملته، باجي في النص واقطع، تطلع معايا قطع صغيرة زي ما بتشوفوها. أنا هاخد ده كده ندخله الفرن وبعد كده نشوف إن شاء الله. نحط على أرضية الفرن الأول، بعدها تستوي معانا شوية من تحت، وبعد كده هرفعها تكمل اللون من فوق. يعني أنا حطيتها على أرضية الفرن الأول لمدة كل، يعني إحنا مع بعض هنشوفها أول بأول عشان خاطر ما تتحرقش معانا. وبعدين أنا أصلا مجهز، هنيجي هنا ناخد بقى ايه الطبقات بتاعتي اهي اللي انا مسويها. شايفين درجه التسويه؟ درجه التسويه عامله ازاي؟ دول ثلاث طبقات، دول ثلاث طبقات، وهوريكم دلوقتي ما بيستويش اكتر من كده، يعني مش عايز ابوظ اللون اكتر من كده، احنا عايزين اللون الذهبي ده. باخد واحده منهم اهي اهي، ثلاث طبقات فوق بعض، تمام، حلو قوي. بناخد دي كده نشيلها على جنب، وناخد دول على جنب كده ونقول بسم الله، ونيجي هنا بقى نحط كمية من السكر الباودر، نغطي خالص، هو ده، بنغطي خالص اهو، تمام، جميل كده. شايفين بنحط سكر باودر تاني ونغطي، نغرق خالص بحيث نغطيها كلها، حاجة كده رائعة من الروائع اللي هتعجبكم قوي، حاجة كده مش مكلفة خالص، ممكن أعملها بس بجد بجد ما بتتقدمش غير في أماكن من زي ما بنقول كده السبع نجوم. حطينا السكر البودر، هركن دي على جنب خالص، وبعدين نيجي بقى نقدم الحلو بتاعنا. أول ننظف هنا حوالينا، بعد ما بننظف كده أنا حطيت الخشب دي عشان ما تنزلش حاجة اهو، وبعدين نجي طبق التقديم ونحط هنا بسم الله، وبعدين نيجي في النص نعمل ايه بقى؟ ناخد كريم باتسري نحط هنا كده للتثبيت، روزيتا، اتنين، تلاتة، اربعة، وبعدين ناخد واحدة من دول نقول بسم الله اهي، ونحطها كده في النص ونضغط، اضغطوا عليها دي، لان دي اللي بتثبت معايا. وبعدين نيجي هنا بقى زي ما قلنا روزيتات اهي،
ده في الحرف الخارجي. طب في النص ممكن نحط اي حاجه، انا بس عايز شكل الروزيتات ده يبان معانا عند التقديم بالشكل ده. تمام كده، شايفين الموضوع بسيط اهو، ده كريم باتسل يا جماعه، مفيش اكتر من كده. تمام اهو، شايفين بناخد الحروف كلها ريزوتات كده بالشكل ده، وفي الاخر هنيجي في النص مش محتاجين ان احنا نحط ريزوتات. هنعمل ايه؟ ده الكريم باتسل اللي انا كنت عامله دلوقتي، هناخد منه شويه. ليه بقى؟ علشان انا محتاج كل الكميه بتاعه الكريم باتسل ده، لسه عندي طبقه تانية. بناخد في النص لان ده مش باين اهو، وبعدين بنفردها كده. لغايه ما تملى معانا اهو، حلوه قوي. عايزين نزود شويه، نزود شويه. اهم حاجه زي ما قلت لكم الروزيتات اللي بتبقى بره دي، علشان بتديني الشكل الجمالي في التارت بتاعنا. بنملى هنا، خد يا احمد ده من فضلك. انا بس حبيت اوريكم تفصيليا بنعمل ايه. حاجه كده رائعه من الروائع اهو، حلوه قوي كده. خلاص احنا مالينا اهو. اهم حاجه في الموضوع بقى اللي انا بتكلم عليه ده، ان احنا بمجرد ما نعملها لازم تتاكل في ساعتها. هنحط طبقه من المانجا كده، دي ما بتبانش خالص. المعلومه اللي انا بقولها ان احنا لو بمجرد ما بنعملها لازم تتاكل على طول. ليه بقى؟ يعني بالكتير تقعد ربع ساعه نص ساعه. ليه؟ لان احنا لو عملناها وسبناها، السائل الموجود في الكريم باتسي وكمان السائل الموجود في المانجا هيخلي الحاجات دي كلها. شفت انا بعمل ايه؟ اهو دي الطبقه الثانيه اهو، وبرده هنجيب هنا اهو. بسم الله، ناخد برده روزيتات زي ما عملنا الطبقه الاولانيه. يا جماعه الموضوع ببساطه حلو قوي، طعمه حلو قوي وشكله جميل جدا زي ما انتم شايفين، مشهي اهو. يعني شايفين؟ الله ينور يا ياسر، ايه الجمال ده بجد. يعني انا بصراحه مبسوط من الشكل، وكمان انتوا عارفين بقى لما نعمل حاجه في البيت هتبقى الولاد هيبقوا مبسوطين، وهتبقى عارفه مضمونه يعني ان انت اللي عاملاها في البيت بالشكل ده. تمام يا جماعه، زي ما قلت لكم لازم تجربوا الحاجات دي. وبعدين انا مش محتاج بقى هنا كريم باتسل ثاني، فهناخد كده نملة، عشان انا كنت محتاج الاول في الكيس لكن دلوقتي مش محتاجه. اللي جوه ده ما بيبانش، اللي جوه ده ما بيبانش خالص. تمام كده، فعشان كده باي شكل مش هيبان. وبعدين استمتعوا بالمنظر ده، بالهنا والشفا، حاجه مشهيه قوي. تمام كده، احنا بقى ممكن نقدم معاه صوص مانجا زي ما قلنا، شوية من صوص الراسبري، شوية راسبري اللي انتوا عايزينه. كل الحاجات الموجودة عندنا ممكن نستعملها، ما فيش مشكلة خالص. حطينا هنا، ناخد بقى آخر طبقة من المانجا بالمعلقة حتى. ونقول بسم الله. طيب هي ممكن تتعمل بحاجة تانية يا شيف يسري؟ آه ممكن تتعمل بالفراولة، بتبقى رائعة برضو. يعني مش لازم مانجا بس، بالفراولة بس. لما نيجي نحط الفراولة بنحط عليها شوية سكر عشان المزازة اللي موجودة فيها، بنقطعها شرايح. لا بلح بتبقى صعبة تقيلة قوي. آه مع ان انا من عشاق البلح بس تبقى تقيلة برضه. الصنفين الصنفين بتوعها اللي بيتحط فيها الفراولة او المانجا. اه يعني احلى فاكهتين وهم بيبقوا في الموسم. يعني النهارده عندي مانجا، بعد كده بيبقى عندي فراوله ممكن استعملها. خلصنا المانجا اهو، تمام كده. وبعدين نيجي نحط بقى اخر طبقه اللي هي موجوده معانا. قبل ما نغطي شوفوا المنظر الرائع ده، كل ده هيتدارى بالطبقه الاخيره اللي فيها السكر. تمام كده، ارفع اهو. بصوا بس المنظر الجميل ده قبل ما نغطيه، عايزكم تستمتعوا بالمنظر ده، حاجه كده جميله ومشهيه.
الروزيتات دي اهم حاجه اللي على الحروف دي، عشان دي اللي بتبان من الجنب اهو. يلا نغطي بسم الله اهو، شايفينها دي اللي بتبان معايا من الجنب. حاجه احط دي واضغط بالراحه كده برفق، ما بضغطش جامد، وهو ده احلى الترت ممكن تعملوه في المناسبات وتاكلوه. للجرنش خفيف قوي، ناخد شويه من شرايح المانجا، يعني نعمل كده زي ورده صغيره او اي حاجه صغيره كده بالراحه. زي ما قلت يا جماعه، بمجرد ما بعمل الحلو ده لازم يتاكل على طول، عشان خاطر السائل الموجود في الفاكهه والسائل الموجود في الكريم باتسري هيطريها، وانا مش عايزها تبقى طريه. نعمل دايره كده من شرايح المانجو اهو، وبعدين ناخد عليها واحدتين ثلاثة من فراولة لو عندي، أي حاجة تكسر اللون مفيش مشكلة. لسه هنحط بس الصوص وبعد كده نقدمها وبالهنا والشفا. جميل قوي اهو، خلاص كده تمام كده. مش هكتر علشان بقى هاخد عليها زي ما قلنا حاجة بسيطة هنا من التوت البري، واحدة هنا واحدة هنا واحدة كده تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كل اللي هعمله هحط حواليها زي ما قلت شوية من صوص المانجو، وروزتات صغيرة كده أو نقط صغيرة من صوص الراسبري أو صوص الفراولة، حاجة تكسر اللون. مش عايز أحطها دلوقتي لأن إحنا لسه عندنا وقت، فمش عايزة تبقى شكلها مش يعني بايشة. خلينا مع بعض نشيلها دلوقتي ونحطها في الآخر، بس ده المنظر النهائي. عشان كده هستأذنكم هاخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع مع بعض ونعمل مع بعض تارت حلو قوي اسمه بانوفي، ولكن هو اختراع جميل قوي من الشيف يسري هيعجبكم جدا، وبالموز والبسكويت روعه الروعه. حد يشوف في اي مكان، دايما الممتع والجديد هتلاقوه مع الشيف يسري وبرنامج مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل.